بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة مع برنامجكم مع الصائمين. مشاهدينا، نحمد الله عز وجل أمر بطلب الرزق والاكتساب، ونهى عن العجز والتكاسل وتعطيل الأسباب. القائل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فأمر سبحانه بطلب الرزق. نتحدث في هذه الحلقة مع مشايخنا عن طلب الرزق والعمل وضوابطه والأمانة فيه. فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون، حياك الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. وفضيلة الشيخ بلال يوسف، حياك الله. الله يحييك شيخنا. شيخ زياد، في البداية، ما هي الأدلة في الكتاب والسنة على السعي في طلب الرزق والعمل والحث على ذلك؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم عليه. الله عز وجل تكفل بالرزق، صحيح، ولكن طلب السعي له. جميل. فيقول سبحانه، الآية التي تلوتموها: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. الأمر بالمشي فقط، وكلوا من رزقه. الرزق موجود فكلوا. فإذا هو تكفل بالرزق، لكن هذا الرزق لابد له من سعي. ولذلك لو رجعنا إلى السنة، وأن سنة الأنبياء عموما، قال الله عنهم: يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. طبعا قد يتبادر للذهن يمشون في الأسواق يعني يمشون بالسوق، لا، يمشون في الأسواق أي يبيعون ويشترون من أجل معاشهم وحياتهم. ولو استعرضنا سيرة الأنبياء نجد أنهم كانوا يعملون، يعني آدم عمل مزارعا، إبراهيم عليه السلام، زكريا كان نجارا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل في الرعي في أول حياته ومن أجل كسب قوته، وعمل في التجارة لخديجة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو في هذا نأخذ جانبين: جانب الأمر والبيان، وجانب الفعل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصف أو يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: لئن يأخذ أحدكم يحتطب أحدكم حزمة حطب على ظهره فيبيعها ويأكل، خير من أن يسأل الناس منعوه أعطوه أو منعوه. إذن معنى هذا أن الرزق يحتاج إلى السعي. ولذلك في حديث عجيب في السنن يقول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. لرزقكم كما يرزق الطير، لا عند وظيفة ولا عند معاش ولا عند كذا. طيب كيف يرزق الطير؟ قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو، يعني تغادر أعشاشها في الصباح، تغدو خماصة بطن فاضية، صحيح، وتعود بطانة. إذن أين الشاهد؟ الشاهد تغدو، يعني فارقت العش. يعني الواحد جالس ولم يسعى على رزقه ولم يأتي يمينا وشمالا وكذا، هذا معناه أنه لم يسعى في طلب الرزق. لم يسعى في طلب الرزق، فهذا الرزق المقدر له بأنه قليل الذي يأتيه، أكله وشربه وكذا، يتصدقون عليه صدقة، هذا الذي قدر له. لكنه لو أخذ بالسبب وتوكل على الله حق توكله وسعى، سيأتيه الرزق الذي هو أفضل من هذا. لماذا؟ لأنه مربوط بالسعي. فامشوا في مناكبها، فامشوا يعني لا تجلسون. ولذلك نجد النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته وفي حياته صلوات ربي وسلامه عليه أنه مارس التجارة، مارس الرعي، حتى أنه يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي قبلي إلا ورعى الغنم. يعني موسى عليه السلام لما خرج من مصر وجاء إلى مدين وجلس 10 سنوات، ماذا يفعل؟ قائم على شؤون الرجل الصالح اللي يقال أنه شعيب، الرجل الصالح وابنتيه، ويرعى أغنامهم، ويرعى أغنامهم. فالأنبياء، بل حتى من أعطاه الله الدنيا بحذافيرها، سيدنا داود عليه السلام، ألم يعطه الله عز وجل يعني ملك عظيم؟ ومع ذلك كان يأكل من عمل يده، يصنع الدروع
ويبيعها ويأكل ثمنها من أكل يده. وما أكل كما في الحديث ما أكل يعني إنسان أفضل من عمل يده من عمل يده. فإذا الآيات والأحاديث والسيرة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سيرة الأنبياء كلها تدل على أن السعي من أجل الرزق واجب. لكن هناك مسألة ممكن نرجع عليها بسيطة، هي الفقهاء اختلفوا متى يكون السعي واجب ومتى يكون سنة. قالوا السعي واجب إذا ارتبطت فيه نفقته أو نفقة من تجب نفقته عليه، هذا يجب عليه السعي، يعني لو ما سعى يكون آثم. صح. أما الذي وسع الله عليه عنده مثلا جال ميراث ما شاء الله ويعني أصبح مثل ما يقولون غني وكذا، هذا يسن له ويستحب له رغم غناه، يستحب له العمل، يسن له العمل، إما أن يعني يزيد أو يتصدق. إذن فالسعي من أجل كسب الرزق هذا يدور ما بين الواجب والسنة حسب الغنى والفقر. نعم. لكن الكل متفق على أن عدم الجلوس ليس من السنة. نعم. من الجلوس. عفوا، الجلوس بدون عمل ليس من السنة. نعم. صحيح صحيح. شيخ بلال، ما هي ضوابط الرزق الحلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو في الحقيقة يعني ينبغي الإنسان أن يعلم أنه المال الذي بين أيدينا هو مال الله عز وجل، استخلفنا عليه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتاكم من مال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإذا المال مال الله عز وجل، جعله أمانة في أيدينا سنسأل عنها يوم القيامة، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كذلك ينبغي أن يعلم الإنسان أن رزقه مكتوب في هذه الحياة الدنيا، لن يغادر هذه الحياة الدنيا إلا وقد أخذ ما كتبه الله عز وجل له من الرزق. هذا لا يعني أن الإنسان يجلس وينتظر. صحيح. أن يأتيه المكتوب، لا، يسعى. لذلك يسعى، وهذه الأوامر التي استمعنا إليها كلها أوامر تحث على السعي طلب الرزق، لأن الإنسان ما يدري ما الذي كتب له، ولذلك يسعى، هذا المطلوب منه. وكونه مكتوب لا يعني أن الإنسان يجلس وينتظره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح الجامع أن روح القدس يعني جبريل قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها. ثم قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وهذا دلالة على أنه في طلب للسعي، في سعي لطلب الرزق، ليس جلوس، في هدف. نعم، يعني مع أنه قال حتى تستكمل رزقها لكن قال أجملوا في الطلب، يعني لابد من الطلب، لكن يكون إيش؟ إجمالا بمراعاة الحلال الذي أباحه الله عز وجل وتجنب الحرام. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ثم قال ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تأخذوها أن تأكلوا بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يعني بعض الناس يرى أنه فلان عنده من المال والرزق ما شاء الله وأنا ما عندي شيء، فينظر إلى الآخرين يرى أنه قد ضيق عليه في الرزق فيذهب إلى الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول إيش؟ ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، يعني بالمعاملات المحرمة، بالغش، بالربا، بالأكل أموال الناس بالباطل، بالسرقة وغيرها من المعاملات المحرمة. صحيح. فإنما عند الله، لأنه المال مال الله، لا ينال إلا بطاعته سبحانه، بطاعته. ولذلك جعل هناك ضوابط لطلب الرزق، لا يكون فيه إضرار بالآخرين، لا ضرر ولا ضرار، وكذلك لا يكون بسببه عداوة وبغضاء بينه وبين الناس. ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بالرضا. لابد أنه في إجاب وقبول ورضا بين المتعاملين بالمال، لا يكون فيه غصب للمال، لا يكون فيه غرر وخداع، عرف، أو إكراه. فهذه ضوابط لابد أن تراعى في طلب الرزق. ثم أن الإنسان ما الذي يريده؟ يعني يريد أن يستعين برزق الله عز وجل على طاعته. الاستكثار
من الحياة الدنيا ومتاعها الذي هو عرض يعرض الإنسان. اليوم عنده مال غدا قد لا يكون عنده مال، يعرض ويزول. صحيح. فالاستكثار منه قد يكون سبب لطغيان الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، رأى نفسه مستغنيا قد يطغى. فكم يعني سمعنا عن أناس كانوا ملتزمين بطاعتهم لربهم عز وجل، ملتزمين بالصلاة في وقتها، بالطاعات أولا بأول والقربات إلى الله عز وجل، لما اغتنوا وفتح الله عز وجل وسط عليهم الرزق ضعفوا وتركوا كثيرا من الطاعات. صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. صحيح. فتنافسوها كما تنافسه من كان قبلكم فتلهكم كما ألهتهم. فإذن الإنسان ماذا يريد غير يريد أن يستعين بهذا المال لطاعة الله عز وجل. هذه بعض الضوابط التي ممكن الشيخ لعله عنده. دكتور زياد، ممكن نتكلم شوي بعمق أكثر ونتكلم عن واقعنا الحالي في الأمانة في العمل. يعني أغلب المشاهدين يعني يعملون في سواء وظائف حكومية أو وظائف خاصة، يعني هناك أمانة في هذا العمل، مؤتمن على هذا العمل. كما أشار فضيلة الشيخ بلال أن يعني طلب الرزق ينبغي أن يكون بمرضاة الله، يسعى الإنسان لكن بما يرضي الله عز وجل. ومن الأمور التي ترضي الله عز وجل أن يكون أمينا في عمله، والأمانة هذه بابها واسع. صحيح. ليس فقط باب الأمانة المادية، يعني بيزات يحافظ عليها وكذا يكون أمين، نعم هذا باب. صح. لكن باب الأمانة واسع جدا، ولذلك الأنبياء الله عز وجل يختارهم اختيار، لأنهم أمناء فيما يبلغون عن الله، يعني بمعنى ما يأمرهم الله به يبلغونه ولا يكتمون شيء من رسالات الله عز وجل. وهذه الأمانة في تبليغ الرسالة، وأن النبي أو الرسول يقول الذي يقوله له ربه، بغض النظر هل هذا الأمر يعني في هذا الباب ولا في ذاك الباب، مهمته التبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا هذا عمل، لكن في أمانة، أمانة التبليغ. صحيح. كذلك الأعمال الدنيوية فيها أعمال فيها أمانة. من هذه الأمانة مثلا على سبيل المثال، احنا عندنا غالبا يتبادر للذهن الناس يعني الأمانة فلوس. اي نعم صح. ولكن لا، الأمانة يعني مثلا أضرب مثال، أمانة المنتج اللي أنت تعمل فيه. نعم. أنت مؤتمن أن تقدم للناس مثل ما قلت لهم. صح. يعني المواصفات اللي تدعيها، تقول والله في 1 2 3 هذا المنتج، وأنت تعلم أنه هذا المنتج ما ليس فيها المواصفات. يعني في رجل طلب منه شيخ قبيلته أو كذا، قال أريد نخلة من هذا النوع. نعم. تزرعها لي. في ذاك الزمان، مش اليوم يعني الأسمدة تغيرت بحيث الثمر يأتي بسرعة، غالبا تأتي النخلة بعد 7 سنوات. فأتى له بنخلة من هذا الذي ينبت من هكذا، وضعها في المكان الذي أراد. بعد 7 سنوات وإذا بها فحل، ليست نخلة. قالوا تعال ماذا صنعت؟ قال شوف، أنا قلت يا أنا أموت يا أنت تموت يا النخلة تموت، لكن قدر الله عشنا ثلاثتنا. فهذا من البداية كان ناوي غش. صحيح. من البداية لم يكن أمينا فيما طلب منه. نعم. فالقصد أن العمل هناك رقيب وهو الله عز وجل. صحيح. ولذلك لما نتعامل بهذه الطريقة، بطريقة الأمانة في العمل. صحيح. نفس العمل بحيث أن يقدم منتج أو كذا، كذلك الأمانة في يعني عدم غش الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يوما مر في السوق فرأى صبر الطعام فمد يده فيها، ففي قاع الصبرة أصاب بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني بلل والناس لا تشتري الطعام الذي ابتل. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال هل لا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ أوكي يراه الناس. صحيح. من غش فليس منا. إذن الأمانة تقتضي أن الغش في جهة
سواء كان غش في المنتج نفسه، غش في الكلام، يعني الحديث عن المنتج هذا. ولذلك احنا نشوف يعني حتى بعض الإخوة الذين لهم يعني يروجون لمنتجاتهم بالدعاية، صح، احيانا يبالغون، وقد يدخل هذه تدخل هذه المبالغة بالغش كلها عشان يكسب الزبون، قد يقول في المنتج ما ليس فيه. صحيح. كذلك من نقول الأمانة في العمل ان ينفذ ما مطلوب منه، او انه لما يعرض عليه العمل انه فعلا قادر على ان ينجزه. نعم. يعني لما شخص ياتيك يقول لك ممكن انا عندي في البيت كذا كذا، تعمل لي كذا كذا، يقول لي انا حاضر اشتغل فيها واعرفها. نعم. وهو لا يعلم من هذا، غاش. هذا غير امين. صحيح. ولذلك الباب هذا باب الامانه في العمل، يعني من خلق الاسلام الامانه. نعم. فاذا نقول لكل من ولي وظيفه او عملا، سواء كان في وظيفه حكوميه ولا قطاع خاص ولا كذا، كل هذا من امانه. يعني اضرب مثال، يمكن ولو اليوم يعني الناس اتخذوا الجوالات يعني التليفون لكن بعضهم يستخدم هاتف الشركة. هي مشكلة، وهذا ما من حق الهاتف، الكمبيوتر، الطابعة، كلها الطابعة، الأوراق. اتق النار ولو بشق تمرة، فما بالك بهذا كله. إذن الأمانة تقتضي أن الإنسان يتعفف عما كل ما يغضب الله عز وجل، ولو كان يسيرا. ورقة تأخذها من الطابعة ليست لك، هذه لا تحل. صح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. نعم. هذا الحديث حفظك الله يعني قد يستشهد فيه الكثيرين، لكنه حديث ضعيف، لكن معناه صحيح. نعم. الحديث كحديث كسند، صح، لا يصح، لكن معناه صحيح. وهذا اللي ذكرته أخيرا، أن لما تأتي وتعرض عليه عمل قل أريد بالبيت تعمل لي كذا كذا، إن لم يكن يتقنه وقال أتقنه فهو غاش آثم. نعم. صح الشيخ. يعني الشيخ بلال، يعني إذا ممكن نتكلم عن بعض صور ونماذج إيجابية وسلبية عن واقعنا في العمل، يعني مثلا بعضهم في الحضور والانصراف يفرط، وبعضهم مثلا أيضا نتكلم عن يعني خدمة الزبائن أو اللي يواجهون الناس. يعني لازم يكون هين ولين معاهم. صحيح. جميل. تفضل. هو استكمالا لما قاله فضيلة الشيخ زياد، موضوع عدم الغش التجاري هذا بأي صورة من الصور. صح. هناك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نموذجين في حديث البيعان بالخيار. صحيح. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال فإن صدقا وبينا. هذا نموذج طيب. صح. إنه الإنسان لما يبيع يصدق في بيعه، يقول مثلا هذا، بعض الناس يعني يقول اشتريته بكذا وهو صادق، وأنا أريد أربح كذا مثلا فيه، صدق، أو صفته كذا وكذا وهذه الصفات فيه يصدق. فإن صدق وبين، يبين إن كان في هذه السلعة عيب، يبين أنه فيها كذا وكذا. قال بورك لهما في بيعهما، حصلت البركة للبائع والمشتري. اي نعم. نعم، ربط البائع. قال وفي النموذج المقابل قال وان كذبا وكتما، كل منهم يكذب على الاخر في البيع والشراء، ها، يقول انه دفعوا لي والله كذا وكذا، قد يحلف كاذبا وهو لم يدفع له احد اي مبلغ في هذا، ها، او ان اشتريتها بكذا وكذا وهو غير صادق. صحيح. او السياره قد تكون مسويه حادث، يقول السياره هذه من الوكاله ما فيها، ما في حوادث مثلا. نعم. قال وإن كذب وكتم، يكتم العيوب التي في السلعة، محقت بركة بيعهما، ما في بركة. فقد يعني يتعامل الناس بالبيع والشراء ويبيع بمبالغ عالية لكن ما في بركة. نعم. دائما يشتكي ما عنده. صح صح. مال، لأنه للأسف ليس هناك مراعاة الحلال والحرام والأمانة في البيع والشراء. وهذا ينسحب على كل عمل يقوم به الإنسان، سواء بيع وشراء وتجارة، أو كان وظيفة موظف في دائرة، في وزارة، في الشركة. صح. في شركة هناك ضوابط، يعني هو وقع عليها عندما استلم هذا العمل، لابد أن يلتزم بها، مثلا الحضور في وقت معين، الانصراف في وقت معين. نعم. ساعات العمل هذه لابد يلتزم بها. جميل. هناك نماذج طيبة، الناس نعرفهم يذهبون قبل الوقت المطلوب منهم ويبقون بعد انتهاء الدوام. صح. لينجز أعمالهم. في المقابل هناك أناس
يقتطعون من الوقت، قد يأتي متأخراً، قد يذهب مبكراً، أو يخرج أثناء، أو يخرج أثناء العمل. بعض للأسف يعني يجعل الخروج الصلاة ذريعة لترك العمل. يعني الصلاة كم، 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة أو يزيد لأجل الصلاة. وإحنا ذهبنا يعني كان عندنا معاملات عند صحيح. بعض الناس، وين الموظف؟ قالوا راح يصلي ساعتين ثلاث ساعات، ويتأخر وتعطل مصالح الناس. جميل. بسبب هذا الأمر. عرف؟ هذا من الأخطاء التي ينبغي أن تراعى. نعم. كذلك في الأمور التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في الأعمال، أن لا يظلم الآخرين. الله عز وجل قسم الناس مراتب، جعل قال إيش، وهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. صحيح. فقد يكون هناك مدير وتحته موظفون أو عمال، لابد أن لا يظلمهم لا في حقوقهم ولا في ما يحتاجونه. من الأمانة أن يراعيهم. صحيح. صحيح. وهم كذلك ينبغي أن يؤدوا العمل المطلوب منهم. صحيح. وإلا فإنه وقع في الظلم. جزاكم الله خير. جزاك الله خير دكتور زياد والشيخ بلال على هذا الإدراء الطيب. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة مع برنامجكم مع الصائمين. إلى اللقاء.